تعالوا نفتح الفيجوال ستوديو من خلاله نفتح برنامج جديد فيجوال بيزك، هقول نيو بروجكت. طبعا عشان انا بعد ما سطبت البرنامج خليت الديفولت انفايرمنت بتاعتي او البيئه اللي هو هيدخل عليها بشكل تلقائي هي الفيجوال بيزك، فهو على طول بيفتح لي الفيجوال بيزك وبيعمل لي سيلكت على ويندوز كروم ابلكيشن. فانا دلوقتي ما دوستش على اي حاجه، ده انا هنزل هنا اغير بس اسم البرنامج بتاعي اخليه بروجكت 1 مثلا وهدوس اوكي. وانت ممكن يفتح معاك بالشكل ده، يعني ممكن يكون هو ده الشكل اللي فتح معاك البرنامج عليه. فممكن نقفل الكلام ده من هنا دلوقتي مش محتاجينه. وعايز اتكلم على الشاشة اللي قدامي دي، خد بالك ان انا لو شغلت دلوقتي عشان نبقى متخيلين بس احنا بنعمل ايه، هو ده البرنامج بتاعي طبعا الشاشة فاضية ما فيهاش اي حاجة لان انا ما ضفتش اي من الادوات. ممكن اقفل البرنامج منين؟ انا لما جيت اشغل البرنامج دوست هنا، او كان ممكن ادوس F5 من الكيبورد. طيب عشان اقفل البرنامج يا اما بدوس على كلوز من هنا يا اما بدوس على ستوب من هنا. يبقى انا اتعلمت دلوقتي ازاي اشغل البرنامج وازاي اقفل البرنامج. طيب البرنامج لغايه دلوقتي ما تسيفش عندي على الجهاز، لو النور قطع دلوقتي وانا شغال مش هقدر ارجع اي حاجه من اللي انا كنت شغال عليهم. عشان اسيف البرنامج ده لا، ممكن ادوس فايل وادوس سيف اول، او ممكن استخدم شورت كات باتون على طول اللي قدامي ده وادوس سيف اول. خد بالك هيسألك على اللوكيشن، فانت من خلال اللوكيشن هنا بتحدد المكان اللي انت عايز تسيف جواه او سيف فيه البروجرام بتاعك. انا هسيبه على الديسكتوب وهسيبه اسمه بروجكت 1 وهدوس سيف. لو طلعت دلوقتي على الديسكتوب هتلاقي هو ده البرنامج بتاعي، ولو عايز افتحه بدوس دبل كليك على الايكون اللي قدامي دي. طيب لو رجعت البرنامج تاني وبصيت للشاشة اللي انا واقف عليها دي، بنسميها شاشة التصميم او الديزاين فيو. في شاشة تانية بتعامل او بظبط بشتغل في البرنامج بتاعي من خلالها، وهي الكود فيو اللي انت شايفها دي. انا وصلت لها ازاي؟ عن طريق ان انا دوست دبل كليك على الديزاين فيو، وبقى عندي مفتوح تو تابس فوق كده، عندي تابين دلوقتي، في تاب للديزاين وتاب للكود. طيب لو انت عايز تتحكم في لون الخلفية بتاع الفورم دي هتقول ايه؟ تعالى ادخل كده هنا ادوس دبل كليك واقول له ايه، خلي لي الفورم دي لونها يبقى اسود، لون الخلفيه بتاعتها اسود. طب لون الخلفيه هنا في الفيجوال بيزك اسمه الباك كولر، الباك كولر. فانا لو قلت ايه، انا مي دوت باك، بص انا ما كتبتش حاجه، انا كتبت بي اي بس طلع لي كلمه باك كولر، دوست على سبيس اتكتبت باك كولر. انا مش عايزك تكتب باك كولر انت بنفسك خالص، مش عايزك تكتب تفضل تكتب كده، لان في واحد هيكتب باك كولر بالشكل ده فهو كده كتبها غلط فمش هتشتغل معي. فانا كتبت بي بس وبعدين دوست سبيس نزلت لي باك كولر، هقول هتساوي، شوف هو طلع لك الاوتو كومبليشن الهايل بتاع الفيجوال بيزك، هيطلع لك الوان كلها اللي انت عايزها. وممكن دلوقتي لا ارجع للديزاين فيو هلاقي مفيش اي حاجه اتغيرت. طيب تعالى نشغل كده البرنامج بتاعنا، هتلاقي فعلا اللون بتاع البرنامج اختلف، لون الخلفية بتاعت البرنامج. طيب تعالى ندخل بقى نفهم احنا كتبنا ايه. انا دوست دبل كليك دلوقتي هلاقي ان انا مكتوب عندي هنا public class form 1 و end class. شوف يعني 99% من الكود اللي احنا هنكتبه هيبقى بين public class form 1 و end class. هنا دايما هيبقى مكتوب اسم الفورم بتاعتي، فهنا انا عشان واقف على form 1 فقال لك public class form 1، لو كنت form 2 هيقول لك public class form 2، وهنفهم بعد كده قدام شوية يعني ايه classes. وpublic طبعا يعني عام. طيب تعالى ندخل بقى هنا، لقيته كتب لي جملة طويلة جدا، انا مش عايز اتكلم دلوقتي على حاجة منها الا على السطر ده، وكل ده نزل لي انا مكتبتش منه حاجة. يعني لو كنت خدت بالك ان كان كل ده وend sub برايفت سب وكل السطر ده ولغايه اند سب انا مكتبتش منهم حاجه، انا مكتبتش الا السطر اللي في النص ده. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده بيقول لك ان انت واقف هنا على التول اللي اسمها فورم 1 في الحدث اللي اسمه لود، في الحدث اللي اسمه لود. يبقى انت واقف على التول اللي اسمها فورم 1 الحدث اللي اسمه لود، يبقى الكود اللي هيكتب هنا هيتنفذ امتى؟ لما يحصل لودنج لفورم 1. طيب تعالى كده نتكلم على حدث تاني من احداث فورم 1، وادخل على شاشة الاحداث اللي انا بتحكم في الاحداث من هنا. طيب وفين التول؟ التول بتاعتي اهي، ادي فورم 1 احداث او فورم 1 ايفنتس او احداث فورم 1، وهنا
الاحداث اللي انا المختلفه اللي بقدر اتحكم فيها. تعال نشوف ماوس كليك كده واخد نفس الكود ده كوبي واعمل له هنا بيست كنترول في واغير اللون بتاعي. فلو قلت لو رجعت كده مسحت الكلام ده كله هيطلع لي الليست بتاعت الالوان دي كلها، فممكن اعمل اللون الخلفيه يبقى بلاك. وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل لما اشغل البرنامج دلوقتي. انا عملت ران للبرنامج، فلما جه يعمل لود ايه اللي حصل؟ فورم 1 دي لما جه يحصل لها لودنج لون الخلفيه بتاعها بقى باللون ده، باللون اللي هو السماوي ده. طيب تعالى نعمل كليك على الفورم دي هلاقي لون الخلفيه بقى باللون الاسود. ايه اللي حصل؟ لما فورم 1 اتعمل عليها كليك الكود ده اتنفذ. يبقى انا كده ابتديت افهم حاجه مهمه جدا، ان في عندي ادوات وفي عندي احداث، الاداه ليها اكتر من حدث. طيب في عندي حاجه كمان تانية للاداه، الخصائص اللي انا عمال اتكلم عليها دي. ما هو اللون الخلفيه ده يعتبر خاصيه للاداه اللي انا بتكلم عليها. طيب هو قال لك انت بقى هتقعد عشان تتحكم في خصائص كل اداه تقعد تكتب كل السطور من بتاعه الكود دي. قال لك في اسلوب هيبقى احسن من كده، ان انا ممكن ادخل على شاشه الخصائص من هنا او صندوق الخصائص زي ما تحب تسميه، وانا طول ما انا معلم على فورم 1 هلاقي اسمها انزل لي هنا كويس، وهي دي كل الخصائص بتاعه فورم 1 اللي انا ممكن اتحكم فيها من خلال شاشه التصميم. فانا لو جيت اتكلم على التكست اللي مكتوب هنا ده هلاقي ان انا لو نزلت على خاصيه اسمها التكست وخليته بروجكت 1 وشغلت البرنامج بتاعي هلاقي فورم 1 دي ما بقتش خلاص فورم 1 وبقت بروجكت 1 حتى في الديزاين فيو من غير ما اشغل اختلف معايا. فانا الاول لما كنت بكتب في شاشه الكود هنا حاجه ما كانتش بتحصل في وقت التصميم، كانت بتحصل لما بشغل البرنامج بتاعي. لكن اول لما انا اكتب هنا خاصيه من الخصائص، تعال نتحكم كده في لون الخلفيه الباك كلر كده، تعال نعمله باي لون الالوان دي، هلاقي اي خاصيه بقى انا ببدا اغيرها دلوقتي بتبان معايا في الديزاين تايم، عشان هو ده هو وقت التصميم، هو حاطط لك الكلام ده عشان تبدا تصمم. مش معقول هبدا اصمم اقعد اكتب سطور وبعدين كل شويه اشغل واشوف الشكل بقى عامل ازاي. لا ده انا من هنا من خلال الاسلوب ده ان انا بقيت اقدر اتحكم في كل حاجه انا عايزها واوصل لايه الشكل اللي انا يعني عايزه. طيب في خصائص كتيره طبعا مش هنتكلم على كل خاصيه بالتفصيل، ولكن الاستخدام هو اللي هيعلمنا الخصائص دي. فتعالى نقول ان احنا لغايه دلوقتي عارفين حاجتين اساسيين، ان في عندنا ادوات، الاداه ليها احداث وليها خصائص. ممكن اتحكم في خصائص الاداه من خلال الديزاين تايم او من خلال الكود لما البرنامج يشتغل تتغير الاحداث. يعني انا دلوقتي كنت حاطط او عامل الباك كلر باللون اللي انت شايفه ده، ولكن انا لو دوست دبل كليك هلاقي ان انا في وقت الران تايم او في اللودنج بتاع الفورم 1 بخلي اللون بالشكل ده. فهل انت متوقع ان انت تشوف اللون ده لما تشغل؟ تعالوا كده نشغل. انا مش هشوف اللون ده خالص، لان انا عملت اوفررايت لايه؟ هو اول حاجه بص على الكلام اللي هنا وحدد لون الخاصيه من خلال الباك كلر، القيمه اللي انت حاططها هنا، حدد لون الخاصيه او لون الخلفيه بتاعت الفورم. ولكن لما جه يشغل البرنامج لقاك قايل له ان اللون الخلفيه مختلف، فهو هيطبق الكلام ده. تعال نمسح السطر ده كده ونشغل البرنامج هلاقي لون خلفيه هو اللي انا حددته في الديزاين تايم فعلا، بس فضل ان انا لو عملت كليك هنا هيبقى باللون الاسود كويس. تعال نعمل لعبه كده ان احنا واقفين على فورم 1 لسه، تعال نشوف ماوس دبل كليك، واخلي لما يحصل على الماوس دبل كليك يتغير اللون. تعال اخد دي كده كنترول سي واقول له هنا كنترول في واقول دوت بس واخليه اي لون من دول. تعال اقول ايه ان انا لما قلت مي بتكلم على فورم 1 عشان هنا دي فورم 1، فانا هنا بقول انا لون خلفيتي ايه، دي كل الالوان صح، والنقطة دي بتعني ان انا هحدد من كل الالوان دي اللون ده كويس.
فهو ده معنى النقطة. وأنا هحدد الخاصية بعد النقطة، يعني دي اسم الأداة ودي الخاصية اللي جاية هنا. على فكرة فورم 1 عشان أنا واقف عليها، لما باجي أتكلم على فورم 1 وأنا واقف عليها بقول مي، دي الحاجة الوحيدة اللي أنا ما بنادهاش باسمها. لكن بعد كده لما اجي اتكلم على باتون هقول باتون 1 باتون 2. لو انا هتكلم على فورم 1 دي وانا واقف في حتة تانية مش واقف عليها هقول فورم 1. كويس، فخلينا ما نتلخبطش من كلمة مي دي دلوقتي لان ده اكسبشن يعني. فتعالى نشغل البرنامج ده كده ونشوف لما اعمل كليك هيبقى اسود، ولما اعمل دبل كليك ابتدى اللون. ادي كليك واحدة دبل كليك اللون اتغير معايا. ده كلام جميل جدا. يبقى انا دلوقتي بقيت فاميليار مع الاحداث بتاعه الفورم. انا ممكن امسح بقى الكلام ده كله لان انا مش عايزه، اهم حاجه دول ما يتمسحوش. خد بالك ان انت عندك نجمه هنا، النجمه دي طول ما هي موجوده عندك يبقى تفهم ان انت عندك حاجه ما تسيفتش. كويس، فتعال نقف على ديزاين تايم او ديزاين فيو اسف، ونفتح التول بوكس من هنا ونبدا نضيف ليبل. ادوس على الليبل ده دبل كليك هينزل لي الليبل هنا واقدر اسحبه بالشكل اللي انت شايفه ده، وممكن انزل باتون كمان من هنا. وتعالى اقول لك ايه، اقول لك انا عايز اعمل برنامج لما ادوس على الباتون الخاصيه بتاعت التكست للليبل دي تتغير. الخاصيه بتاعت التكست للليبل دي تتغير. تعالى نشوف الخاصيه بتاعت التكست دلوقتي بتساوي ايه. انا علمت على الليبل، هتلاقي هنا في ليبل 1. تعالى ننزل لخاصيه التكست كده، هلاقي الخاصيه هنا بتساوي ليبل 1. هو دي القيمه الديفولت فاليو بتاعتها يعني. وهنا لو وقفت على الباتون هلاقي الخاصيه بتاع التكست بتاعته بتساوي باتون 1. طيب تعالى نقول لك ان انت لما تدوس هنا عايز ده يبقى يتغير الهالو مثلا او هالو وورلد. فتعالى ادوس دبل كليك هنا هلاقي نفسي واقف فورم 1 اندر سكور لود. لا مش هو ده اللي انا عايزه. تعالى نمسحه ونرجع للديزاين تايم. انا عايز ادخل على الكود بتاع الباتون 1. تعالى ندوس دبل كليك هنا هلاقي هنا button 1 underscore click. يبقى انا واقف على التول اللي اسمها button 1، الحدث اللي اسمه click، الحدث اللي اسمه click. تعالى نكتب هنا label 1. انا هكتب LA بس وهلاقي label 1 نزلت لي هنا. يا اما هدوس بالماوس click هنا يا اما هدوس space وهدوس دوت. يبقى انا كده بتكلم على على الاداه اللي اسمها label 1. انهي خاصيه من خصائص label 1 بقى؟ الخاصيه اللي هي اسمها text TE بس وهدوس space بتساوي. لو جيت يعني اتكلم على ان انا عايز اكتب مثلا هنا 100 او 1000 واشغل برنامج، هلاقي الخاصيه بتاعه التكست بتاعه ليبل 1 لسه زي ما هي. ليه؟ لان السطر من الكود ده مش هيتنفذ الا لما ادوس على باتون 1. ليه؟ لان انت لو تاخد بالك ان ده برايفت سب باتون 1. الكلام ده مخصوص بمين؟ مخصوص بباتون 1. الحدث انهي حدث بتاع باتون 1؟ الكليك. معلش انا ماشي ببطء شوية بس لازم تفهم الكلام ده بشكل كويس. تعالى دوس على باتون 1 هنا لقيت ده بقى 1000 زي ما انت شايف. طيب تعالى نكتب هلو وورلد اللي احنا كنا داخلين من الاول نعملها، وندوس كده. انت خدت بالك ان هلو وورلد اصلا اتحط تحتيها خطوط، ويعني الفيجوال بيزك هيصوت اصلا وبدأ يطلع لك دلوقتي اخطاء وبتاع وبيقول لك انت عندك ايه. مفيش حاجة اسمها عندي هلو وورلد خالص. تعالى نقول ان في عندي نوعين اساسيين من الداتا، البيانات يا اما ارقام ممكن اجمعها واطرحها واقسمها، يا اما داتا نصيه او string value. الداتا النصيه اللي هي الكلام اللي انت شايفه ده لازم يتكتب بين دبل كوتيشن، فعشان اقول هلو وورلد لازم اكتبها بالشكل ده واشغل وهلاقي الباتون عندي لما ادوس عليه هلو وورلد بقت نازله بالشكل ده، ما عنديش اي مشكله. ولاحظ الالوان اتغيرت معايا ازاي. لاحظ ان انا لما كنتش حاطط الدبل كوتيشن بالشكل ده كان اللون مختلف، اللون كان مختلف. فتعالى نرجع تاني نعدل الكلام ده. طيب تعالى اقول لك ايه، انا عايز اتحكم في خاصية باتون 1 ده وفي خاصية ليبل 1 عشان لما البرنامج يفتح ما يبقاش الشكل كده قدام المستخدم، ما يبقاش مكتوب ليبل 1 وباتون 1 بالشكل ده. تعالى اقول اعلم على باتون 1 واتحكم في الخاصيه بتاع التكست بتاعته، اخليها جو مثلا. كويس، وتعالى اقول لك ان انت مش لازم، لو انت كنت بتتكلم على خاصيه التكست بتاعت باتون 1 هنا وعدلت فيها وجيت تعلم على ليبل 1
مش محتاج ان انت تروح تعلم على الخاصيه بتاع التكست، لان هو باي ديفولت هيبقى فاهم ان انت لسه بتعدل في الخاصيه بتاع التكست. فلو انا جيت كتبت هنا اي حاجه بي بي بروجرام، انا كتبت على طول، يعني انا علمت وكتبت على طول على الكيبورد بتاعتي بروجرام ودوست كليك هنا هلاقي نزلت لي على طول. طب تعال نعلم على الفورم هنا واكتب هنا بروجكت بس او بي بي ار او وادوس كليك هلاقي اتغير. لو علمت هنا تاني وقلت له جو جو هلاقيها اتغيرت. يبقى ما احتاجتش ان انا كل شويه اعلم هنا واعلم هنا، هو ذكي ما تقلقش يعني هو هيفهمك. تعالى نشغل البرنامج بتاعنا ونشوف ايه اللي هيحصل. جميل قوي، لو دوست على جو جو. طيب طيب تعالى نقول لك ان انت عايز لما تمشي بالماوس من على البطن ده دي ترجع في بي بروجرام تاني. تعالى ناخد نعلم هنا وناخد الكلام ده كوبي واقول لك تعالى نتحكم في ايه. انا مش هتحكم بقى في الحدث بتاع كليك دلوقتي، لان انا عايز اتحكم في الحدث بتاع ماوس ليف. لازم تتاكد ان انت واقف على بوتون 1 هنا، وهنا اغير دي لماوس ليف. ممكن اكتب من هنا على طول ام يطلع لي كل الاحداث اللي بتبدا بالام، وافضل امشي لغايه ما اقول او ما الاقي ماوس ليف ادوس انتر دلوقتي. ممكن اقول له هنا ايه، خلي ليبل 1 دوت تكست بتساوي ما بين تو دبل كوتيشن، اعمل كنترول في للكلمه اللي انا كنت واخدها كوبي. تعال نشغل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. لما بدوس هنا لقيتها بقت هلو وورلد، او لما مشيت رجعت تاني بي بي بروجرام. واخد بالك يعني اتمنى ان انت تكون بدات تلمس الادوات والخصائص والاحداث، لان دول ثلاث حاجات كل القصه بتاعتنا بتتمحور حواليهم. كنت عايز اقول لك حاجه، ان انت بعد ما تسطب الفيجوال بيزك هيسالك على الديفولت انفايرمنت اللي انت عايز تشتغل عليها، فيا ريت تختار فيجوال بيزك عشان كل ما تفتح يبقى هو باي ديفولت مختار لك الفيجوال بيزك.